طبعا تمت رؤية هلال شهر رمضان المبارك من خلال هذا المرصد بواسطة مترائين متخصصين. الأجواء كانت مناسبة جدا، لا توجد أي أغبرة عالقة، السماء صافية بنسبة تصل إلى 90%. جميل، أخبار طيبة حمد. بالتالي الآن سدير تم رؤية الهلال فيها، والآن تمير أيضا تم رؤية الهلال فيها، أخبار طيبة من المحافظات المختلفة في منطقة الرياض. حمد كل عام وأنت بخير، هل معك ضيف تريد أن تسأل أحد يا حمد؟ حمد معك أحد؟ لا أسمعك جيدا. طيب على كل حال شكرا جزيلا لزميلنا مراسل الإخبارية حمد بن حسين من المرصد الفلكي في تمير.